مين من جيلها كابتن شريف اللي كنت بترشحه يدخل التمثيل مع حضرتك؟ في كتير يعني. انا كنت شايف زكريا ناصف ده ممكن يبقى له وجود في المجال الفني ولغايه دلوقتي. اشمعنى يا كابتن زكريا؟ زكريا حبيبي وصاحبي يعني، عايزين نعمل مسلسل صالح سليم يعني، فرشحته قلت له انت اكتر واحد ممكن تعمل صالح سليم، واحنا نشوف الادوار التانية نعمل فيها ونعمل عمل كويس قوي، بس لازم قال سليم كلهم طبعا، خالد وهشام والعيله كلها توافق الاول على الموضوع ده. واعتقد ان العدل جروب كان عامل عدل، دكتور محمد عدل كان عايز يعمل نفس الشكل ونفس، بس خاض تجربه مع ال سليم كبيره قوي، اعتقد انهم رفضوا يعني ان لازم يبقى في حاجات معينه وكده يعني. فاعتقد زكريا كان يقدر يعني الفتره دي كان يشتغل الحكايه دي.